السلام عليكم وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال مع اليوم العاشر ودعاء جديد. اللهم اغسلني من الذنوب وطهرني من العيوب وامتحن قلبي بتقوى القلوب. اللهم آمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، ولا تضرب بشيء من ذلك وجوهنا يا رب العالمين. شو؟ عادي تفتح لي هاتف امي. لا عادي عبد عمي. عادي هي قالت لك؟ ايه والله.